لم تعد الطريقة التي تتبعها بعض محطات الأخبار في تغطية الأحداث بحاجة إلى كثير تحليل كي يقرأ بوضوح ما وراء أخبارها، فالاستماع واستحضار الذاكرة يشرحان الكثير. انسحب المتظاهرون الأتراك من ميدان تقسيم في اسطنبول والذي اعتصموا فيه للمطالبة باستقالة حكومة رجب طيب أردوغان. وبدأ ميدان تقسيم مع حلول المساء خاليا إلا من بعض المارة، حيث شهد طوال اليوم تجمع آلاف المتظاهرين من قوى المعارضة في البلاد. عاد الهدوء النسبي إلى ميدان تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية بعد أن شهد مظاهرات واحتجاجات خلال الأيام الستة الماضية، وقد تضاءلت أعداد المشاركين لتقتصر على بعض الناشطين وأعضاء التنظيمات اليسارية بعد انسحاب أعضاء الأحزاب الكبيرة من المظاهرات. عودة الهدوء خلال الليل كان أهم ما حدث في تركيا، لدرجة أن الهدوء خلال ليلها كان حدثا بارزا يصلح ليكون خبرا، على اعتبار أن المطلوب من متظاهري تركيا هو البقاء بلا نوم والاعتصام حتى في الليل، وعودة الهدوء ليلا بقي الخبر الأبرز حتى لو استمرت المظاهرات خلال النهار. رشقات بالحجارة وكل ما يمكن قذفه من قبل المتظاهرين الغاضبين تقابلها قنابل الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن التركية بكثافة. المتظاهرون هم من يهاجمون حفظ النظام، والأخيرون يكتفون بإطلاق الغازات المسيلة للدموع دون أي ممارسات أخرى، بينما مشاهد أخرى قد تتحدث بما لم يسمع به مراسل المحطة الإخبارية. رأس هرم السلطة قال بأن المتظاهرين هم لصوص وأشقياء، وأشقياء يعني زعران. أقولها بكل وضوح، لن نسمح لعدد من الأشقياء المجتمعين في هذا الميدان بتحريض الشعب وتزويده بمعلومات خاطئة. أنا لن أخذ إذنا من بعض اللصوص لبناء مسجد مزمع في ميدان تقسيم. المتظاهرون لصوص وزعران، ولم يحتج هذا الوصف تحليلا وتعقيبا، ولم يعتبر أن رئيس الحكومة التركية وصف الشعب التركي بأنه عبارة عن مجموعة من الزعران واللصوص. التوتر في قلب العاصمة أنقرة، مجموعات من الشبان تبدو وكأنها مدربة على مواجهة رجال الشرطة احتلت قلب العاصمة، ولذلك تصاعد التوتر أكثر. المتظاهرون في تركيا وفق مراسل المحطة مدربون على افتعال ما سماها أعمال الشغب والتعامل مع رجال الشرطة وإقامة الحواجز وتقطيع أوصال البلاد. كلمة مدربين تعني أن ما يحدث مرتب. كلمة مدربين تعني أن ما يحدث مرتب له منذ زمن، أي أن أحداث تركيا هي عبارة عن مؤامرة، وهناك من درب وهناك من درب، بينما في سوريا المجاورة كان كل شيء عفويا، وفي ليلة وضحاها فائت العالم بسوريا الصبح فوجدت جيشا كاملا غير الجيش السوري، سماه الإعلام بالجيش الحر، وكل المظاهرات التي سبقته كانت خالية من أي عنصر مسلح. التوتر في قلب العاصمة أنقرة، مجموعات من الشبان تبدو وكأنها مدربة على مواجهة رجال الشرطة احتلت قلب العاصمة،
ولذلك تصاعد التوتر أكثر. توفي اليوم ضابط شرطة متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات وقعت في مدينة أضنة. هناك ضباط يقتلون في مواجهات مع متظاهرين، فيما صورت مشاهد في سوريا ووثقت لعناصر حفظ نظام عزل تم قتلهم من قبل مسلحين في بداية أزمة سوريا، ولم يسمع لهم خبر على محطات الأخبار. لقد تم توقيف 7 أجانب لا يملكون جوازات سفر دبلوماسية، وتمت إحالة 6 منهم إلى المدعي العام، بينما 7 ما زال رهن الاعتقال. في تركيا هناك أجانب يفتعلون أعمال الشغب، بينما في سوريا لا وجود لأي أجنبي، لا في بداية الأحداث ولا فيما وصلت إليه.